السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم ويسلمكم. الله حياك الله. كيف حالكم يا شيخنا؟ الله يسلمك حياك الله. الله يبارك فيك. الله يحفظكم يا شيخ. نعرف أننا تعبناكم، ولكن حقيقة مع الأسف لما تروج بعض الأقوال نحتاج إلى مثلكم من علمائنا يبصروننا. والله إن شاء الله الذي نعرف الحق نجهر به. نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخ. نحن اتصلنا بكم اليوم، وهذا هذه المكالمة مسجلة لتنشر إن شاء الله في يوم الرابع من ذي الحجة من عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبمناسبة أحد الإخوة هنا بفرنسا ألقى محاضرة بعنوان الحزبية باسم السلفية. نعم. وفي هذا الدرس بدأ الأخ يرد على أحد إخواننا الدعاة الذي هو سجل كلاما ردا على أحد المنحرفين يقول فيه: نعم، الأصل في المسلم أنه مسلم حتى يتبين أنه سلفي. الأصل في المسلم أنه مسلم، ولا الأصل في المسلم أنه سلفي؟ لا، هذا المقال هو الرد، هو المقال لأحد آخر ليس للذي رد عليه. وهو أيوة، هو بنى كلامه ومحاضرته على الرد على هذا الكلام. نعم، هو قال الأصل الرد على هذا الكلام. هذا الكلام نحن لا نقول فيه شيء. الأصل في المسلم أنه مسلم حتى يتبين أنه سلفي. فهذا الداعي الآخر، يعني الأخ المذكور هو معروف الأخ حاتم، يرد على هذا المقال ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا القول أساس كل شر وبلية في فرنسا، وهو قول مبتدع. يعني الأصل في المسلم أنه مسلم، هذا مبتدع، وأنه لا يكون سلفيا إلا بوصف زائد. هذا هو بالنسبة له القول المبتدع. أن السلفية وصف زائد، وهو بنى درسه كله على أن الأصل في المسلم السلامة. فنحن لا نرد هذا، ولكن السلامة هل يجوز لنا أن نزيد عليه وصفا زائدا ونقول أنه سلفي بدون دليل؟ والأصل أن المسلم ليس الأصل في المسلم الجهالة وعدم العدالة. نعم. فكذلك قرأنا للإمام البهبهاري رحمه الله قال: لا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. نعم نعم صحيح. وهو اتهم الذين يقولون أن الأصل في المسلم السلامة لا نسيء الظن به ولا نزكيه كذلك إلا بدليل، فيقول هذا قول مشبه بقول المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، وقول التكفيريين الذين بالتوقف والتبين. الله المستعان. فما رأيكم يا شيخ في هذا؟ وقد سمعتم من قبل، وكذلك الأخ حاتم اتصل بكم ونصحتموه. نعم نعم. على كل حال أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الصوت يأتي عندكم واضح؟ نعم واضح الصوت يا شيخ. لأن عندي الصوت يتردد علي صوتي. هذا بسبب المكبر. إلا بأسف. إذا على كل حال، القول الذي ذكرتم أن هناك ما القول الذي ذكر عن الأخ بأن الحزبية باسم السلفية، فهذا في الحقيقة قول منكر جدا، سواء كان قائله حاتما أو غيره. الحزبية باسم السلفية، وكلامه هذا بالفعل كأنه يريد أن يظهر عن نفسه أنه لا يريد أن يكون سلفيا، ولا يريد أن يغضب أحدا من المسلمين على أي فكر كان وعلى أي منهج كان. إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد
فنحن نقول للأخ اتق الله عز وجل ولا تحزب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خير القرون ولا أصحاب الحديث الأئمة الذين خدموا العقيدة حينما ظل الناس وجاءت الفرق وغيرها. فلا شك أن البشر عامة ينبغي أن يكونوا على المنهج الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه، ولكن اشتالتهم الشياطين فظلوا عن سبيل الله، وهذا أمر معروف لدى كل طالب علم إلا من رحم ربه. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. وكذلك جاء في آيات كثيرة، لو استعرضت على آيات التي جاءت فيها كلمة أكثر، فتجد في كتاب الله عز وجل شيئا كثيرا في هذا المعنى، بارك الله فيك. ولو حرصت ولا تجد أكثرهم شاكرين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء، إن أولياءه هم المتقين، أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وهكذا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. كل هذه الآيات تدل على أن الأصل الآن بعدما تفرقت الأحزاب وتفرقت المذاهب، فلا نقول إن الأصل أنهم كلهم سلفيون ولا يحتاجوا إلى وصف زائد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك حتى تقوم الساعة. فكلمة طائفة لو تأمل الإنسان يجد أنها تشتمل على ناس قليلين، والأكثرون ليسوا على هذه. وأوضح من هذا ما جاء في حديث الافتراق الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، واحدة 71 في النار وواحدة في الجنة. وإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتفترق على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، هنا المستشهد، قيل: يا رسول الله، من هم أو من هي؟ فقال: هم الجماعة. وأخرج هذا الحديث ابن أبي عاصم في السنة، قال: باب فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 72 فرقة، وذمه على 73 فرقة، وذمه الفرق كلها إلا واحدة. وحديث والآثار على هذا كثير، و في بعض الروايات جاء سألوا، قالوا: ما أي هذه الفرقة التي تكون في الجنة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. نعم. فأقول: كل هذا دليل على أن في المسلمين أن أكثرهم على غير السلفية قطعا، هم مسلمون لا شك فيه، والسلفيون أنفسهم لا يكفرون كل المسلمين، لكنه السلفي وصف زائد كما أشرت إليه بارك الله فيك، بشرط أن يكون الإنسان سلفيا حقا في الحقيقة. ولا يمكن أن ينكر أحد أن المسلمين في هذه الأيام ومن قبل هذه الأيام قد تفرقوا فرقا، قد تبلغ هذه الفرق في عدنا أكثر من 73 فرقة، لكن يرجع بعضها إلى بعض حتى تبقى لنا 73 فرقة، وكلنا نعيش في وسط هذه الفرق. فهل يمكن أن نقول أن الأصل في المسلمين أنهم سلفيون لا يحتاج أن نسأل؟ لا قطعا. والشخص الذي يقول هذا الكلام هو نفسه يعيش في بلاد فرنسا، وهناك عقائد مختلفة، منهم شيعة وفيهم روافض وفيهم خوارج
وفيهم أشاعرة ماتريدية قاديانية بهائية، وفيهم أيضا من حيث المسالك والمذاهب الفقهية مالكية وشافعية وحنفية وحنبلية، والتاريخ مليء بأحداث التفرق وأسباب التفرق والقتال وتكفير بعضهم لبعض، هذه كلها موجودة. وفيه من حيث السلوك والتزكية نقشبندي تشتي قادري كلهم تاركين للمذهب السلفي أو للمنهج السلفي لا شك فيه. ففي خضم هذه الفرق المتناحرة لا ينبغي أن يقول أحد أن الأصل في المسلمين أنهم سلفيون، وإذا نادينا باسم السلفية وقلنا أن السلفية فصرنا حزبا من الأحزاب. نعم، إذا قلنا أننا حزب فنقول نحن حزب الله تبارك وتعالى الذين كانوا في القرن الأول ونحن متبعين لهم. إذا كنت تريد الحزبية الممقوتة فلا شك أن السلفية أصل الإسلام وليس فيها أي تفرق عن المسلمين، إلا أنهم يريدون أن يكونوا كلهم على أصل الإسلام، فهم أصل الإسلام والناس تفرقوا عنهم. نعم. هم أصل الإسلام والناس تفرقوا عنهم. ولا يجوز لأحد، ما أظن أنه يقول الأخ حاتم هذا الكلام إلا أنه قد دخل في قلبي دغل، وأنا لا أريد أن أقول إلا نصيحة له في أو حقد على السلفية، هذا الذي أريد أن أقول بكل صراحة في الحقيقة. وكنت أحسن الظن بهذا الأخ، وكنت يعني رأيت يعني ناس إخوان يتبعونه ويتبعونه، لكن رأيته قد يا شيخ انقطع الصوت عفوا، وقلتم وكنتم تحسنون الظن بهذا الأخ. طيب، وكنت أحسن الظن بهذا الأخ كثير جدا بأنه إن شاء الله على ما ظهر لي في جلسات بعض الجلسات أنه إن شاء الله يعني يناصر السلفية الذي هو طريق السلف الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، لكنه سبحان الله ظهر لي أنه الآن يعني غير منهجه. فإن كان يصر على أنه على منهج السلف فليترك مثل هذه الأقوال، ولا يجوز له أن يعجب بنفسه أو يغر نفسه بنفسه، أو يكون والله أعلم قد غرره الناس أيضا لأنهم يتبعونه ويتبعونه فيما ظهر لي في كل كلامه، يظنونه أنه كلامه هو على كل حال خالي عن الخطأ أو معصوم عن الخطأ. إذا كان أحد من الإخوان يظن هذا الظن فقد أخطأ. فأنتم أيها الإخوة أمامكم هذه الأدلة واضحة جدا، وأن الدين الآن قد تغير بأشكال كثيرة. ففي هذه الحالة لابد أن نتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق، هم ما أنا عليه وأصحابي. فنزن بهذا الميزان كل من يدعي أنه سلفي أو يدعي أنه مسلم. فالمسلم قد يكون مسلم، لكنه المسلم الذي هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الصحابة لابد أن يكون على ترك هذه المذاهب والأفكار والعقائد الباطلة، ويرجع الأمر كله إلى العهد الأول. ومن قديم الزمان معروف أن العلماء القول بأنه كلهم على سلامة العقيدة وكلهم يعني لا يتكلم فيهم، فهذا الكلام في الحقيقة ليس إلا أن يرضي الرجل جميع الناس وجميع الفرق. وقديم الزمان حينما عرفوا العدل الثقة والضعيف والمجهول والمستور، فلأجل أن هناك ناس لا يكونون معروفين لابد أن نعرف حالهم. والإمام ابن حبان رحمه الله
لما تكلم وقال كل من يكون مسلما فهو عدل، الأئمة خالفوه ولم يوافقوه. وقال ابن حجر في مقدمة لسان الميزان هذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب، والجمهور على خلافه. هذا في العدالة مطلقا، لكن السلفية فوق العدالة في الحقيقة قد تكون، لأن الإنسان إذا لم يكن على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العمل هو ليس سلفي قطعا. والمطلوب أن يكون الناس كلهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول في الحقيقة على ما ذكرت الأئمة عامة، ابن تيمية وغيرهم كلهم قالوا ليس الأصل في الإنسان العدالة بل فيه الظلم والجهل وكذا وكذا، مثل هذا الكلام قال ابن تيمية رحمه الله. قال وأما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل. فإذا كذلك ابن القيم، كذلك غير واحد من العلماء، وكما ذكرت أيها الأخ عثمان كلام البحر بربهاري. فعرف من هذه كلها بدون أي مكابرة أن الإسلام شيء عام واسم عام، ولا يمكن أن يميز بعضهم على بعض إلا بهذه التسمية السلفية، كما يتميز الشيعة والروافض وكذا وكذا بعقائدهم. فالسلفية ليست حزبية، وهو اسم مبارك لما ترجمة لما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيلكم أيضا أن تقرأوا في هذا كلمة مختصرة للشيخ الألباني رحمه الله الذي قال فيه بعضهم، تسمعون؟ نعم أسمعكم جيد. نعم شيخ تفضل. الشيخ الألباني حينما حاوره بعضهم قال أنا أريد أن أكون لا أسمي نفسي سلفي، بل أسمي نفسي كما سمان الله تعالى مسلمين. فقال الشيخ هذا لا يكفي، لأن الله تعالى لما قال أن نحن مسلمين كان الناس لم يفترقوا وكانوا على قلب رجل واحد في اتباع الكتاب والسنة. فالجواب الصحيح لو كنا في العهد الأول قبل انتشار الفرق فلو سئلنا في ذاك الزمان قلنا نحن مسلمين، لكن لو سئلنا الآن أي مسلم من هذه الفرق التي تختلف معه، هل أنت مسلم شيعي، هل أنت مسلم درزي، هل أنت مسلم كذا، هل أنت مسلم رافضي خارجي، فلا شك أن السلفية هي إظهار لمعنى لا إله إلا الله، والشهادة لا بد منها. الشهادة لا تقبل إلا إذا كان الإنسان يجهر بها. ولو كان يصدق بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه لا يجهر به فلا يعتبر هذه الشهادة وهذا الإيمان إلا إذا كان جهر به. كذلك السلفية ينبغي أن يجهر به، لكن ليس معنى السلفية أننا نكفر أو السلفيين يكفرون المسلمين عامة أبدا. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي فهم بقوا أمته، لكن فيهم نقص في الإيمان ونقص في العمل ونقص في كذا، ويشملهم كلمة الإسلام. فليس من يقول أنا سلفي أنه يكفر أو متشدد بأنه يدخلهم النار أبدا. فالمسلمون عامة إذا لم يأتي بما يكفر به ولا يكفر الحق فيبقى مسلما وله حق أخوة الإسلام، ولكن النصيحة وحب الخير له يلزمنا أن نعلمه الدين الخالص أي السلفية والمنهج السلفي. فإذا يختصر لنا بارك الله فيكم أننا نقول للأخ حاتم الذي ذكرته وما كنت أريد أن أذكره، الأخ حاتم إذا كان يصر على هذا فننصحه أنه يترك هذا الكلام بارك الله فيه، ويجب أن يرجع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وكلامه في الحقيقة لا شك أنه باطل. نعم. وأنا أنصح الإخوة في فرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينطقه إلا بالوحي، وطالب العلم والعالم وارث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلم إلا بالنص الواضح، ولا يعني ولا يتكلم بالجدل. إذا أراد الله شرا بقوم فيعطون الجدل، فيأتي الإنسان الكلام المنطق والحذر وكذا، ربما يغلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم يكون ألحن بحجته. فربما بكلامه اللسن أو بكلامه اللحن يأتي ويظهر للناس أنه غلب، لكنه في الحقيقة قد يغلب على بالباطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آراء تؤيده نصوص الوحيين ومن أقوال علمائنا أيضا، وهي أيضا حق إن شاء الله، فيجب علينا نحن طلبة العلم ألا ندعي الاجتهاد ولا نقول إلا ولنا فيه إمام من علماء السلف الذين لهم قدم صدق في الدين والإيمان، ولا يصر الأخ أو أي أحد على الباطل إن ظهر الحق ولا تأخذه العزة بالتعالم. نعم، هذا الذي يعني أقول قصدا، ولا نتحزم للخطأ لأجل فلان، فإن هذا ليس من الدين في شيء. ثم على كل حال أنصح مرة أخرى للإخوان عامة أن تكونوا إذا وجدتم من أحد بعض الأقوال المخالفة، مثلا الأخ حاتم الآن، فلا نتركه ولا نحذر ولا نهجره، إنما نهجر الكلام الذي مخالف للحق على طريقة سلفنا رضي الله عنهم. الصحابة كانوا يختلفون فيما لا نستفيه، ولكنهم كانوا يتلاقون ويتناصحون ويتواصون بالحق. فإن كان الأخ نتفاهم مع الأخ، إن كان رجع فبها ونعمت، وإلا لا نهجره هجرا تاما، بل نهجر مقالته بكل يعني صراحة، ونقول: يا أخي، هذا الكلام ليس بصحيح، وقد خالفت النصوص والعلماء المعروفين. ونكون دائما مع كل أحد مثل هذا على نصيحة، ولا نفرق ولا نتفرق، إلا إذا كان يريد أن يتفرق ويقول: أنا لست منكم، فهذا شيء آخر، والله المستعان، وهو الهادي إلى سواء السبيل. نعم، بالنسبة للشيخ، إذا كانت النصيحة يعني قائمة بما استطعنا، ولكن البعض مع الأسف يعني بعض الإخوة قد دخل فيهم التحزب ولا يسمعون، وهم يأتون بكلام بعض أهل العلم يسألونهم على طريقتهم، مثل السؤال: هل الأصل في المسلم السلامة؟ هل يجوز أن نتهمه في عقيدته أنه من أهل السنة والسلفية؟ فلا شك أن العلماء كالشيخ الحيدان والشيخ الفوزان وغيرهم قالوا: لا، الأصل في المسلم السلامة، لا يجوز أن يساء به الظن. فهم يتلاعبون بالكلام يا شيخ، وهم يعرفون موضع النزاع بيننا ليس ذلك. نحن لا نبدع العامة ولا نبدع عامة الناس، بل نلتمس فيهم العذر ونريد أن نعلمهم، وبالعكس ننصحهم، ولكن هم يلعبون مع هذا الكلام. ولا شك أننا إذا رأينا كذلك أن بعض الإخوة ما عندهم المستوى ليعلموا الناس، فهم تصدروا للتعليم ولا مستوى لهم، وقد وجدنا فيهم كثرة الأخطاء، وليس الخطأ الواحد. هل لا يجوز لنا أن نحذر من الجلوس معهم ومن أخذ العلم من هؤلاء؟ إذا كان أولا كلام أو استناد إلى كلام بعض المشايخ أنه لا نسأل أن فلان أنه كيف عقيدته، هذا الكلام والله في الحقيقة له تفصيل حتى عندهم أيضا، بمعنى إذا كان شخص قد طرأ علينا طارئ ولا نعرف عنه شيء، فهل نصدره للعلم وللتعليم؟ لا، لابد أن نعرف عقيدته. وحتى طلبة العلم في الزمان الأول ما كانوا يسمحون المحدثون أن يجلس معه إلا إذا زكاه أحد. وأنا أذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان ذاهبا إلى يزيد بن هارون إلى الري أحد، فكتب له تزكية. فنقول أن هذا الذي يستندون بأن الأصل فيه أنه سلفي مسلم، صحيح مسلم ما دام يصلي وهو معنا وكذا، لكنه
للإسلام أي إسلام يتبعه. نحن نعرف أنه الآن الإسلام في صور مختلفة، فلا بد أن نعرف إذا كنا نريد أن نتعامل معه، فلا بد أن نعرف أنه عقيدته سلفية أو غير سلفية. لماذا؟ لأننا نعيش في حتى في الحارة وحتى في المدينة 100 نوع من أنواع الناس، فلا بد أن نعرف ونسأل. كما جاء أن الإنسان إذا أراد أن يزوج أحدا ففي هذه الحالة يسأل هنا وهناك حتى يعرف أنه أنه رجل مسلم جيد إن شاء الله في خلقه وغيره، فكذلك حتى في هذه الأشياء. ثم بعد ذلك كلامك بارك الله فيك أن هناك ناس تصدروا للتدريس وغيرها، في الحقيقة إن هؤلاء جميعا أنا يعني أنصحهم أنهم إذا كانوا يفهمون اللغة العربية يأخذوا كتب أئمتنا وكتب علمائنا، وخاصة بفضل الله تعالى كتب علماء المملكة الآن في هذا الزمان مسحلة، فيقرأوا لهم ويوضحوهم. أما أن يأتوا بكلام من عندي، وهذا قلت دائما وهو الواجب، أنه لا يدخل فيما لا يحسن، فيقرأ لهم. إذا جاء قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين واضح جدا، فيوضح بكلام ولا تخزني يوم يبعثون، مثل هذا يوضح لهم. أما أن يأتي بكلام من عنده ويخطئ فيه، فهذا لا شك فيه أنكم تجمعونهم وتجلسون معهم وتقولون يا أخي أنت تتعدى على الحق وأنت تتعدى حدك بالحكمة. وأما إذا لم يسمع كلامكم وكلام الآخرين من الإخوان الذين يعينون خطأه، ففي هذه الحالة إن كان يسكت فيسكت، وإلا في الحقيقة يقال لا تجلسوا عنده. نعم، بشرط أن تكون أنت على حق، بشرط أنت تكون على حق، وقائل يكون على حق بالدليل. فإذا أظهرت له الدليل وظهر خطأه وما ذلك هو يصر على هذا، ففي هذه الحالة يحذر منه، كل خطأ يحذر منه. نعم، إذا كان خطأه قليل قول وقولان وثلاثة فيحذر منه والباقي يؤخذ منه. نعم، لكن إذا كان أكثره خطأ كما كان المحدثون يقولون صدوق يخطي كثيرا فصار ضعيفا لا يصح حديثه أو لا يحسن، مثل هذا إذا كان خطأه كثير فيحذر منه مطلقا ويقال لا تجلس وأنت لا تستحق لهذا. نعم، لا، المشكلة الوحيدة يا شيخ إذا نصحناهم هم يجدوننا كأننا من أنت حتى تنصحنا، أنا ربما أعلم منك ولا أدري إيش، ولو أتيته بدليل إن كان الأمر سهل هكذا ما كنا نضطر أن نرجع إليكم يا شيخ. نحن نصحناهم وأرسلنا رسائل وحاولنا أن نتصل بهم ونجتمع معهم كما فعلنا لما أتيتم في فرنسا، ولم يتغير شيئا حتى بعد نصائحكم. يعني هذا الذي نرى أنهم بعد ذلك على كل حال لست عليهم بمسيطر. نعم، وأي واحد ليس بمسيطر إلا أنه لا شك أنه ينصحه، فإن لم ينتصح فعلى الأقل الذين حولك إذا كنت على يقين أنه على خطأ فحذر الناس الذين حولك إلا يحضروا عنده. نعم، هذا هو الواجب، ولا تقدر أن تكون على الجميع أنت وكيلا وتقول لا بد أن أمنعهم، فأنت ما قدرت عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا واجب علينا جميعا، عليك وعلينا جميعا أن نحذر من مثل هذا. نعم. طيب أخيرا يا شيخ، المشكلة التي وقعنا فيها أن الحمد لله يعني لما أتيتم إلى فرنسا ورأيتم الحمد لله يعني نشاط بعض الإخوة، كثير من هؤلاء الإخوة إذا يعني نصحناهم حتى بالسر أو صار شيئا وخالفه بعضهم قالوا هذا عندنا تزكية من الشيخ وصي الله، من أنت حتى تتكلم ولا أدري إيش، فكأنهم كلهم الآن يتسترون وراء تزكيتكم هذه يا شيخ. والله إذا كان ناسا قد يكون الإنسان يزكي شخصا ولم يظهر له ثم ظهرت له أنيابه، فإذا كان أحد من هذا النوع في الحقيقة فأنا متبري من هذه التزكية، إنما زكيت بشرط وتزكيتي بشرط موجود،
بحيث لا يتعدى حده، هذا موجود. نعم. ما دام تعدى فأنا أنسحب أو أسحب تزكيتي من هؤلاء الإخوان الذين لازلت أحبهم، لكنه يعني أحب أن يرجعوا إلى الحق إن شاء الله ويتساعدوا فيما بينهم، ولا يعني تأخذهم العزة بالإثم بأنك من أنت حتى تنسحني وكذا. هذا كله كلام في الحقيقة غير شرعي، فضلا أن يكون غير سلفي. نعم. جزاكم الله خير. أنا في الحقيقة إذا أنا إنما شرطت عليهم ألا يدخلوا فيما لا يحسنون، وقد دخلوا فيما لا يحسنون، فمعناه أنهم ليسوا على تزكيتي بارك الله فيك، وأنا تزكيتي ماذا يعني ماذا يستفيدون منه إذا كان بأنفسهم يقصعون. نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ، نسأل الله أن يحفظكم ويشفيكم. هل من آخر كلام منكم أو نصيحة عامة غير ما نقول؟ آخر كلام هو هذا بارك الله فيكم أيها الإخوة، عامة كونوا على آخر يعني آخر درجة، كما قال معاوية لو كان بيني وبينه خيط لا أريد أن أكسر هذا الخيط، فكونوا على المودة ما دام يظهر أنه سلفي وكذا، وإن أخطأ فأنتم على نصيحة وعلى دائما على تواصي بالحق إلى آخر درجة، ولا أحقد ولا أحد إلا إذا كان بالحقيقة يحقد الدين والسلفية وغيرها، فكونوا دائما على تواعد وتفاهم فيما بينكم إن شاء الله حتى الإمكان. جزاكم الله خيرا يا شيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتكم. أنا عارف أنك ما أخذت هذا الكلام وما ذكرت لي، وأنا لعل الله أنا ما أتيت هذا الكلام على أنه كلهم يقبلون، ليس بضروري، لكن ما دمت طلبت جزاك الله خير لحب الخير وبحب الخير أنت طلبت، فبحب الخير أنا إذا تكلمت هذا الكلام نصيحة للإخوان أن يتقوا الله تعالى ولا يدخلوا في أشياء التي يفرقهم، ليس هذه مسألة بحيث أنه يتخذ كل واحد جانب يعني الأصل فيه كذا، ولكن أنا اقشعر جلدي لما سمعت أن الأخ حاتم يقول الحزبية باسم السلفية. الحقيقة الرجل يعني قلت أنه قد غير منهجه الذي كنت أظن فيه وخرج عن السلفية بالكلية إذا كان قائما على هذا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الله يحفظكم. الله يحفظكم.